اختي شكرا للحضور وشكرا الدخل 24، ونتمنى لها انها تالق حتى هي دائما الوجود ديالها ان شاء الله الكترونيا صحفيا اعلاميا. وانا زميل في الاذاعه الوطنيه سعيد انني نكون في هذه المناسبه هذه لان مهرجان نجوم الصحراء هذا المهرجان في دورته الثالثه، والحمد لله كنحظى بثقه المنظمين باش كنكون حاضر، وحنا كنشكرهم حسن الاستقبال والاحترافيه. نتمنى اليوم الدورات الجايه يكونوا في ابهى الحلال، وشكرا للجمهور ومشكورين على حضورهم وعلى تشجيعهم، وهذا كيزيدنا الا قوه ودعم باش نكونوا الاروع ان شاء الله. وشكرا جزيلا. الجديد ان شاء الله هو انني اصبحت مذيع بالاذاعه الوطنيه، والجديد هو ان اصبحت عندي بنت سميتها الشمس، والجديد هو انه عندي واحد الاغنيه جديده سميتها الخطه، واغنيه اخرى ان شاء الله جايه في الطريق. هذه الخطه غتصور فيديو كليب مازال ما تحطاتش، وان شاء الله ادعوا معنا هذا الشيء اللي كاين. بغينا نتمنوا انهم يهتموا بالشباب ويعطوهم الاماكن ديالهم الصحيح، ونفكروا فيهم لانهم هما القدوه، هما اللي المشعل. نتمنوا انه تعنا بالناس ديال الجنوب، لانه هذا الجنوب راه كاين طاقات ابداعيه خاصها تعطى لها حقها في الوجود وفي الحضور وفي التميز، واعلاميا ولا وطنيا ما كيستحقوا غير دفعه تكون مناسبه. وتحياتي. انا فرحان بزاف لتواجدي هنا في الداخله، هذه ثاني مره كنجي نحيي السهره من هذا الشكل هذا مع مجموعه من الفنانين ومجموعه من النجوم المغاربه اللي تاهما توجهت لهم الدعوه واللي تاهما لباوا هذه الدعوه هذه، فما يمكن لنا الا نكونوا فرحانين وحنا في هذه المدينه الواعره الساحره، وهذه فرصه باش نتلاقاو مع خوتنا المغاربه هنا في الداخله. دونك فرحان بزاف، وكما لاحظتوا الاجواء كدوز بواحد الجو فني زوين وواعر، وجمهور تبارك الله جمهور راقي، ونتمنى ان شاء الله تكون بزاف بحال التظاهرات على طول الساحه. وعلاقتي بالداخله هي جوج الحوايج. اولا اول مره جيت للداخله كانت في اطار برنامج دكار فاس اكسبريس، وكنا دزنا من هنا من قرقارات ودزنا باش من الداخله دونك. وثانيا في اطار اشتغال بحال هكا في سهرات فنيه داخل مدينه جميله، مدينه ساحره عندها بوتونسيال كبير في السياحه، عندها لي بلاج زوينين، عندها واحد الجو واعر ديال الداخله، عندها كاع المؤهلات باش تكون مدينه سياحيه بامتياز. وصراحه هي مدينه اللي اي واحد يفرح انه يجي يدوز فيها وقيته، وتيقول لك اللي ما شافش الداخله ما شاف والو. بالنسبه لي شخصيا صورنا خمسه الحلقات ديال الكيك انتيكي وليتي خاصين بشهر رمضان، خمسه ديال الحلقات حتى وحده ما كتشبه الاخرى، ولحد الان خمسه ديال الحلقات اللي غادي يكونوا احسن حلقات دازوا في كيك انتيكي وليتي. كاينه مجموعه من المواضيع، كاينه حلقه خاصه بالعائله غيكونوا فيها جوج ديال العائلات فنيين، وكاينه حلقه خاصه بالبنوز اللي هو التنويم المغناطيسي، غادي تشوفوا باسو ناعس في الارض وكنديروا فيه ما بغينا، غادي تشوف يعني واحد العالم اخر. وكاينه حلقه اخرى ديال ماستر شاف، كاينه حلقه ديال اللي فيها الفنان القدام بحال بشير السكير، ابراهيم خايم، مجموعه من الفنانين. دونك تابعونا في رمضان نهار السبت، كل سبت ان شاء الله اكيد غادي يعجبكم الحال. وحنا على ابواب رمضان كنبغي نقول للناس ديال الداخله والمغاربه كاملين رمضان مبارك سعيد بالصحه والسلامه، والله يحفظ هذه البلاد ويعم السلام، والله ينجينا من الاعداء ويبعدهم علينا. رمضان مبارك سعيد.